خير؟ شو في؟ شو عم بتقول؟ شو؟ يا اخي وضح كلامك، ما عم بفهمك. ناصر انا لازم امشي الحين. بس ما قلت لي وين ساكن هلا؟ لا تخاف، انا ساكن بمكان لا يقدرون يوصلون لي فيه. طيب طيب روق شوي لاطلع اجيب لك شويه مصاري تسيسر حالك اليومين. بس ما تطلع قبل ما اتاكد لك من الطريق، لانه ضو الفجر بلش يطلع والناس طالعه لتصلي. لوين يا ابن العم؟ على بيتكم. على بيتنا؟ الاخ ناصر يدعمكم بالبيت وياخذ راحته على الاخر. شو هالحكي هيدا؟ اتركني هلا. طيب شو رح تعمل؟ رح اعمل اللي لازم يعمله ابن الجيرحي. عنتر! تفضل يا ناصر. شكرا يا خليفه. خليك واثق ببي يا ناصر. بي عقله بيوزن بلد، عمل كل هالشي من شانك ومن شان ابنك. وانت تعال حالك شوي لحد ما الظروف تتغير. وشلون تتغير؟ انا كنت احسب اني بصير حر، طلعت مسجون اكثر من الاول. خليفه، لازم توصل هالكلام لعمي، ضروري اعرف مكان زوجتي وابن مصطفى. طيب خليني اوصلك او امن لك طريق. لا، انا اعرف الطريق زين. One.